السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كما كتشوفوا هادشي اللي حاطة معايا دابا، يمكن فهمت شنو غادي ندير. المهم كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اهلا وسهلا بكم في قناتي يوميات بدون جلوتين سونغوليتان. كان المشاهدين ديالي المتتبعين الاوفياء راهم عارفين شحال مره تشات معاهم، كان عرفتوا الوصفة تاعت اليوم الخميرة البلدية. فيما كان بغي نديرها كنتفكر اول فيديو ديالي كان هو الخميرة البلدية، والحمد لله درتها شحال مره وصدقت معايا. سبحان الله، ديال الجلوتين ما كتصدقش معايا مزيان، وبدون الجلوتين ولله الحمد كتصدق 100%. كنتمنى ان شاء الله تجربوها. قلت لكم كنتفكر اول فيديو ديالي مع القناة كان هو الخميرة البلدية، هي اول حاجة باش بديت الخميرة البلدية. راكم عارفين راها تشهرات الاعوام الاخيرة، هي كانت بكري كانوا جدودنا قبل ما تكون الخميرة المصطنعة كانوا كيستعملوها، ولكن تنسات اعوام اعوام تنسات، ودابا مؤخرا كل شيء رجع ليها بالفوائد ديالها، بهاد كثرة الامراض اللي ولاو كل شيء رجع، كي باغي الصحي باغي الحاجة الطبيعية. اذا لما لا، علاش ما نستخدموهاش؟ وكل شيء عارف الفوائد ديالها، مزيان الهضم، مزيان كل شيء، كل شيء الجهاز الهضمي فيها بزاف الفوائد. ممكن تدخلوا وتشوفوا الفيديوهات تاعي السابقه واشنو حضرت بها. حضرت بها البطبوط، حضرت بها الخبز ديال الفران، خبيزات صغار. المهم جميع الفيديوهات كاينين، لما نطول عليكم. بغيتوا تعرفوا الفوائد ديالها غتدخلوا لجوجل انترنت وغادي تقراوا على الفوائد ديالها، غتسمعوا الناس اللي ما كيدخلوش الانترنت. مواتنا جداتنا يدخلوا يشوفوا في كيسمعوا في الراديو، راه كيهضروا عليها بزاف، كيسمعوا التلفازة وهذا بزاف البرامج. بلا ما نطول عليكم الهضره، هانتوما كتشوفوا هنايا غربلت شويه ديال الدقيق ديال الذره، الذره اللي انا مصيباها اللي مشاركاها معكم شحال من مره. ها هي غربلتها هنايا جوج معالق كبار، عبرت بهاد المعلقه هذه، ماشي مشكل بالضبط. المهم انا باش نوريكم المبتدئات ولا بغي يعرف المقادير بالضبط، جوج معالق عامرين من هذه ديال الماكله، عشق ديال الماكله. هنايا جوج تمرات غسلتهم، كنخليها التمر اللي ما كيعجبنيش في الماكله كنخليه غير الخميره البلديه ولا هكا الحوايج. ها هما غسلتهم، هو التمر كله فيه فوائد ولكن الله يسمح ليا من هذه الكلمه. المهم ما كيكونش معسل ولا كنخليه الخميره البلديه. غسلتهم وخليتهم بالعظم ديالهم النواه ديالهم، ها هما حطيتهم هنا. هنا شويه ديال اللبن، اللبن طبيعي هذا مصاوب في الدار. المهم بغيتو تستعملوا اي لبن ديروه، قلت لكم عندي بزاف الوصفات غترجعوا ليهم الا ما عجبتكمش هذه الطريقه. اللي عنده حساسيه اللبن ما كيبغيش اللبن غيدير الطرق اللي دايره في القناه طرق اخرى. كما كنقول لكم دائما هنايا دايره شويه ديال الماء دافي شويه حيت عندنا البرد، راه بدا البرد. كنقول دائما خاصها تكون قرعه ديال الساج او ديال الطين. المهم بلاستيك لا، ما نستعملوش البلاستيك، الخميره البلديه من الاحسن. غادي نبداو على بركه الله، ومن الاحسن خلطوها بالعود. صافي غنبداو على بركه الله. غادي نخوي هاد الدقيق اللي عندي هنايا، كما كنقول لكم دائما انا راني ما كنربيهاش حيت ما كنعجنش دائما الخبز ديالي، ماشي ما كان المهم ماشي كنعجن يوميا، كيكون دائما عندي الخبز ولكن كنحتفظ بيه، ما كنستعملش الخبز بزاف. داكشي علاش ما كنربيهاش، حيت ما غاديش نعجن مره ولا جوج مرات في السيمانه، لا كنعجن مره شحال هكا. وغادي نخلط بشويه ديال الماء. انا جبت دابا هذا ديال العود من الاحسن، بسم الله نسمي الله سبحانه وتعالى هو الاول، بسم الله، حيت هي راها سبحان الله هذه الخميره البلديه راه كيقول لك راها روحانيه، كتفاعل مع
مع الروحانيه ديال الجسم الانسان والنفسيه ديالو، صافي ما فيها شي حاجه كثيره. هكا كنخلط مزيان هذا الماء مع الدقيق، هي ما كاينه لا كويره لا حتى حاجه. كنرمي هذا التمر بالكلشي ديالو صافي. وغادي ندير هذا اللبن حتى هو، بسم الله غادي نخويه هنايا صافي، ما فيها حتى حاجه صعيبه، احنا سالينا. غادي نخلطها مزيان باش يكون هذاك التمر مغطي، حيت كنستعمل انا غير قلت لكم كميه صغيره، داكشي كندير هاد القرعه. بغيتو ديروا كميه كبيره او تربيوها غادي نضاعفوا المقادير. صافي هنا غنسدها وغادي نخشيها في البلاكار. ها انتم شفتوا كيفاش دايره، انا وريتهاش لكم، يمكن ها انتم واش باين معكم مع الكاميرا. صافي داك التنيرات راهم مغطين، ها هي شوفوا قداش دابا. صافي غادي نديرها في البلاكار، يكون مظلم يكون مظلم ومخزون، وغادي نشوف ان شاء الله كيفاش غادي يتفاعل وامتى غادي تكون واجده. غادي نشوف تقريبا غدا بعد غدا غادي نعجن بها، وغادي نوريكم ان شاء الله النتيجه كيفاش ولات، والنتيجه داكشي اللي عجنت به كيفاش داير. نقدر نقلبها غدا ان شاء الله. دابا اليوم دابا تقريبا الوحده، دابا الوحده ديال النهار. غدا ان شاء الله مع هذا الوقت غادي نقلبها نشوفها كيفاش دايره. الا شتها بدات كتفاعل غادي نعجن بها، كانت مازال غادي نخليها حتى الغد الاخر وغادي نقلبها عاوتاني ونقدر نعجن بها هذيك الساعه. اذا كنتمنى هذه الوصفه تنال اعجابكم وتجربوها، راه انتما ما فيهاش شي حاجه اللي صعيبه، راها سهله وصحيه ومفيده. الناس دابا كلشي كيعاني ومن فقر الدم، من الامساك، من القبض، من السخفه، من هي ان شاء الله غادي تكون مفيده. وجربوها وداوموا عليها، وكما كنقول لكم دائما ما تخلطوهاش. الا درتو شويه الخميره البلديه، ما تقولوش غنديروا شويه الا يمكن ما غاداش تفاعل، ولا غنديروا الخميره العاديه. الا خلطتوها راك ما درتو والو، بحال الا خسرتوا كلشي الفوائد ديال الخميره البلديه. اذا ما تخلطوها بحتى حاجه، من الاحسن تخليوها تفاعل واحد شويه. اكثر هذه ديال الجلوتين راني وريتها لكم، واخا كتبان لكم راها ما متفاعلاش هكا في الصوره ملي كتحلوا عليها ما كيبانش تغير كثير، ولكن ملي كتعجنوا بها كدير المفعول ديالها باذن الله. صافي كنتمنى نكون فدتكم وشرحت وقلت جميع النقط اللي كنا غادي نهضر عليها. غادي ان شاء الله نعجن بها وغادي نشوفوا النتيجه كما قلت لكم. كنتمنى تشوفوا الفيديوهات السابقه والنتيجه ديال الخميره البلديه والفيديوهات اخرين، فلوغات، شهيوات عاديين على المواد بدون جلوتين، من غير جلوتين، فلوغات عاديين كما قلت لكم عاودتها. موجود الخير تبارك الله. هذه ماشي غير الناس السيلياك، يقدر اي حتى الناس اللي كياكلوا القمح والشعير الفرينه يديروها باي دقيق ديالهم، يقدروا يديروها ماشي ولا بدا بالدقيق ديال الذره. رانا استعملت قلت لكم في الفيديوهات الاخرى دقيقات اخرين، والحمد لله كانت النتيجه حتى هي مزيانه ورائعه. الناس اللي ما عندهمش الذره بغاو يديروا الفورس، اللي ما عندهمش حساسيه للجلوتين، اللي ما عندهمش السيلياك يديروا الفور، واخا الفورس راه ماشي صحي، يديروا دقيق القمح بالنخاله ديالو، يديروا اي دقيق، دقيق الشعير. اما حنايا ولا بدا غنديروها اما بالذره يا اما بالروز، الحنطه السوداء، دقيق خالي من الجلوتين، اي دقيق مصنع تقدروا ديروها به، ولكن انا كنفضل الذره موجوده صحيه رخيصه في متناول الجميع.
كنتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، وكنتمنى يلقاكم بخير وعلى خير. ولا تنسونا من لايك وجيم وتعليقاتكم الزوينه، وتشاركوا الفيديو مع الاهل والاصدقاء. والسلام عليكم. انا غنقلب معكم دابا كيفاش ولات الخميره. انا غادي نجبد باش نحب. ها انتما كما كتشوفوا ها هي تفاعلات، راه ماشي بحال كما درتها، والريحه راها حامضه، ماشي شي حموضه خايبه، حموضه بانها راها تفاعلات. دابا غادي نزول هاد التمر. اليوم الثالث انا قلبتها البارح، لقيتها مزيانه، ولكن البارح كنت مشغوله ما قدرتش. غادي نعجن بها ونوريها لكم اليوم. دابا ها هي وريتها لكم، الا غتشوفوا الفرق. صافي غادي نزول هادو باش ما يجيش الفيديو طويل. غادي نقطع الفيديو دابا، غادي نقطع الفيديو وغادي نعجن بها، وغادي تشوفوا ان شاء الله اشنو درت بها. انا غادي نشوف، المهم هانتوما غادي تشوفوا النتيجة معايا. شوفوا الجزء الثاني الفيديو القادم. دابا غادي نعجن بها ان شاء الله، وغادي نشوفوا النتيجة ديالها كيفاش دايره.